السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي المغاربة. دائما الجديد ديال الأشغال ديال المونديالات، كاين أشغال مهمة في هذه الأثناء بالعاصمة الرباط. ونخليكم مع هذه الجملة المميزة جنبات مركب الأمير مولاي عبد الله. كتشوفوا متابعينا الكرام في الاشغال على قدم وساق هنا في جنبات مركب الامير مولاي عبد الله، صور حصريه ليله الثلاثاء. فمرحبا بكم معنا في هذا المباشر هذا، وكنتمنى من الله اي واحد دخل معنا للفيديو ما ينساش الاشتراك في القناه والبارطاج باش يوصلكم دائما الجديد. كنشوفوا امور داخل مركب الامير مولاي عبد الله واللي غتبقى مفاجاه حتى اليوم اللي غتكون فيه المقابله ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معنا اخوتي المغاربه، الجماليه كتزاد نهار من بعد نهار في الجنبات ديال مركب الامير مولاي عبد الله. فاكيد المفاجاه غادي تكون داخل الملعب، وهذا مكسب للجماهير العسكريه. ونتمنى من الله انه تكون امور اخرى اللي تضاف وتكون في صالح الجماهير ان شاء الله. معنا متابعينا الكرام، عملية الإسفلت الأخيرة باقي ما دارتش، باقي مفاجآت كبيرة في هاد الإصلاحات هادو. فنتمناهم الله الخير، أكيد غتكون مفاجأة كبيرة في الصورة النهائية للجنبات ديال مركب الأمير مولاي عبد الله، وكذلك داخل رقعة الميدان.
لكن ما كتشوفوا معنا إضافة مجموعة من الأعمدة الكهربائية من نوع الرفيع. أكيد مكان اللي غيستقبل هنايا الجماهير اللي غادي تجي لهاد الموندياليتو اللي غيتنظم إن شاء الله بالعاصمة، وكنتمناهم الله يكون واحد الإقبال كبير إن شاء الله، وتكون أحسن نسخة في تنظيم كأس العالم للأندية. كما كتشوفوا متتبعينا الكرام، هنا المدخل الجنوبي اللي كيعرف اشغال متطوره في البوابه الالكترونيه الكبيره. كنهضروا بوابه اللي غادي تسهل الماموريه على الجماهير اللي غادي تحج ان شاء الله المركب الامير مولاي عبد الله في انتظار المرحله القادمه، في انتظار كاس افريقيا ان شاء الله، اللي كنتمنوا يكون من نصيب المغرب من ناحيه التنظيم، ونتمنوا من الله، لان المغرب مغرب التحديات، مغرب التظاهرات الكبيره، إن شاء الله الخير جاي لقدام في انتظار اللمسة الأخيرة.